مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. كلمة كلمة، نعم، انتبهوا. قال: وله من حديث ابن عمرو نحوه، وقال: فقلت: كيف أصنع؟ كيف أصنع يعني إذا حدثت الفتن؟ نعم. قال: الزم بيتك. هذه واحدة، الزم بيتك، لا تكثر سواد أهل الشر، لا تكثر سواد أهل الشر والغوغاء، خلك في بيتك. نعم. واملك عليك لسانك. وهذه الثانية، لا تتكلم، تشجع الأشرار وتشجع الغوغاء، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم بكلام يزيد الفتنة. نعم. وخذ ما تعرف. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف من أمر الدين الذي عليه المسلمون، ودع ما لا تعرف من الفتنة ومن الغوغاء ومن عادات الكفار وأنظمة الكفار. نعم. ودع ما تنكر. نعم. ودع ما تنكر. نعم. وعليك بأمر خاصة نفسك. عليك بخاصة نفسك، انجو أنت أولا، ولا تقول أبا أخلص الفتنة وأبا أقاتل حتى ينتصر الإسلام. لا، الفتنة لا تدخل فيها، لا تدخل فيها إلا إذا كان جهادا في سبيل الله تحت راية مسلمة، أما غوغاء واختلاط فلا، لا تدخل فيها. نعم. أو أحزاب مختلفة أو فرق، لا تدخل فيها، مما يسمى الآن بالجهاد وهو ليس جهادا وإنما هو فتنة، تجمع ناس وتزعمهم واحد، ولو يتجمع آخرون وهكذا حصلت القتال بينهم، لا لشيء ولا هناك نتيجة إلا سفك الدماء، لا تدخل معهم، إلزم العافية وإلزم الاعتزال إلى أن يأتي الله بالفرج، وإلا أقل الأحوال إنك ما تشارك في الفتن، تسفك دما حراما. نعم. ودع عنك أمر العامة. إي نعم، دع عنك أمر العامة والغوغاء والطيشان الذي لا فائدة فيه ولا ينتهي إلا إلى ضرر. نعم.